البداية ستكون من عمان. كنا نتابع منذ قليل مؤتمرا صحفيا مشتركا بين وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي والمفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، والحديث طبعا عن دعم الأردن لوكالة الأونروا في ظل ما تعرضت له الوكالة من اتهامات بدعم الإرهاب، وأيضا في ظل خفض بعض الدول للدعم المادي المقدم للوكالة. على حل مزيد من التفاصيل تنضم إلينا مراسلتنا من عمان آية السيد. مرحبا بك آية. لو نستعرض معك في البداية السياق الذي جاء فيه هذا اللقاء المشترك وأبرز مخرجاته. نعم دينا، بعد التحية، هناك العديد من التصريحات حقيقة التي جاءت بها أرقام صادمة فيما يخص عمليات يعني القتل أو هدم المنشآت أو أيضا أعداد من هم متضررين حاليا في قطاع غزة. نتحدث عن ما يقارب 197 عاملا في الأونروا وتم اغتيالهم بسبب العمليات المنهجة التي تقوم بها إسرائيل لاستهداف العاملين في المنظمات الدولية. تحدث لازاريني عن أكثر من 350 ألف من أهالي غزة الذين يقطنون حاليا على جنبات الطريق بسبب عدم وجود مناطق آمنة في قطاع غزة. فيما يخص الأونروا، كان هناك جملة حقيقة يعني تعبر عن الكثير فيما قاله، بأنه ما يصل من اليد يذهب إلى الفم، مما يعني بأن اليوم وكالة الأونروا ليس لديها أي احتياط من أجل يعني تأمين يعني قوت اليوم، إن كان للقاطنين في قطاع غزة أو إن كان يعني من أجل تلبية الاحتياجات. وهذا يبين بأنه فعلا هناك انخفاض في الدعم المقدم لوكالة الأونروا، والتي لا بديل أو غنى عنها كما قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي. يأتي هذا المؤتمر اليوم بعد استهدافات عديدة ممنهجة تقوم بها إسرائيل. كما قال الصفدي، هناك يعني عملية لاغتيال يعني الأونروا سياسيا من قبل إسرائيل، وذلك من أجل تصفية القضية الفلسطينية، ولكن الجهود باقية من أجل إعادة دعمها. وبالتالي كان هناك إعلان عن مؤتمر سيقام في شهر سبتمبر من أجل إعادة الدعم، خاصة بأن لازاريني تحدث بأن ما يتوفر حاليا من المؤكد بأنه لن يفي لأكثر من الشهر المقبل من الاحتياجات التي تلبي يعني ما يستطيع الحصول عليه الوكالة لتلبية احتياجات القانطين في قطاع غزة، خاصة في المناطق التي تسمى آمنة، ولكن أيضا هناك استهداف يحدث. تحدث أيضا عن ما يعيشه حاليا خاصة الأطفال الشباب في قطاع غزة. نتحدث عن عملية تعليمية توقفت لأكثر من 9 شهور، أيضا العملية التعليمية وأيضا الخدمات الصحية الغذاء، مبينا الصفدي بأنه يعني ما يتم يعني توفيره من احتياجات للقطاع لا توفي أبدا ما يحتاجه فعلا أهالي غزة. بالتالي لابد من أن يكون هناك دعم أكثر. أيضا إسرائيل تقوم بعمليات ممنهجة تبين فعلا بأنها تحاول تصفية القضية، تحاول القضاء على الأطفال والنساء بالأخص، مبينا يعني لازاريني بأنه هناك عدد مهول، نتحدث عن مئات الآلاف من الشباب والشابات من هم تحت سن 18 حاليا لا يوجد لديهم أي حياة تطليق أو تناسب عمرهم، إن كان نتحدث عن العملية التعليمية أو حتى عن سبل الحياة البسيطة التي يحتاجونها. بالرغم من ذلك، أكد لازاريني بالرغم من قلة الإمكانيات التي تحصل عليها الوكالة إلا أنها مستمرة، وبالرغم من عمليات الاغتيال والقتل التي تستهدف العاملين في المنظمات الدولية، إلا أن الوكالة ستقدم خدماتها حتى آخر نفس من أجل مساعدة أهالي القطاع. بالتالي هو من خلال هذا المؤتمر الصحفي المشترك مع الأردن يؤكد أهمية إعادة دعم يعني الأونر، وخاصة بأنه الدعم الأكبر كما ذكر هي الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بسبب ما حدث قبل يعني عدة شهور من عقوبات، الآن تبين بأن هناك براءة للوكالة، بالتالي لابد من إعادة تمويل الأونروا. نعم، شكرا جزيلا لك آية السيد مراسلة القاهرة الإخبارية، كنت معنا من عمان.